فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على المبتدئ أن يقلد على مذهب معين، أو يجوز له أن يأخذ بشيء من مذهب وشيء آخر من مذهب؟ هل إيش؟ هل يجب على المبتدئ مبتدئ؟ نعم. أو المبتدع؟ لا، بالياء، مبتدئ. أي نعم. أن يقلد على مذهب معين؟ هذا المبتدئ يدرس، الله يصلحكم، يدرس على العلماء، يدرس على العلماء وتعلم، وبعدين يعرف الحق إن شاء الله، لازم من الدراسة. نعم.